السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن التقييمات الإضافية بتاعة الأطفال. هنتكلم عن موضوع التقييمات الإضافية دي إيه هي؟ وهل هي مفيدة ولا لأ؟ وإمتى أقدر أديها للطفل؟ ولو ما اديتهاش للطفل في أذى عليه ولا لأ؟ أولاً لازم نعرف إن التقييمات الإضافية دي تقييمات بتبقى خارج الجدول بتاع الصحة، يعني التقييمات بتاع الصحة الجدول اللي بيكون موجود فيه اللي هو الضرر والشهرين والأربعة والستة والتسع شهور والكلام دوت. في تقييمات تانية بناخدها بره الجدول بتاع الصحة، زي تطعيم الروتا بتاع النزله المعويه، وزي تطعيم الالتهاب الرئوي والالتهاب السحائي والجديري والكبدي الف والحاجات دي. بصفه مبدئيه لازم نعرف ان التقييمات الاضافيه دي بره مصر في دول كتير بتبقى موجوده في الجدول الاجباري بتاع تقييمات الطفل، يعني اوروبا تقريبا كلها التقييمات دي موجوده في الجدول الاجباري. دول الخليج كلها التقييمات دي برضه موجوده في الجدول الاجباري. دول كتير من الدول العربيه بتبقى موجوده في الجدول الاجباري، لكن عندنا هنا في مصر مش موجودة في الجدول الإجباري. ده عرفنا إن التطعيمات دي مهمة، عشان كده دول كتير اهتمت إنها تبقى موجودة في الجدول الأساسي بتاع الطفل. دي أول نقطة. تاني نقطة هنعرف إيه هي الأنواع ديت، أو هي بتحمي الطفل من إيه. هنفصل الأول تطعيمات بتتاخد في السنة الأولانية وتطعيمات بتتاخد بعد السنة. التطعيمات اللي بتتاخد في السنة الأولانية في منها نوعين، في منها تطعيم الروتا بتاع النزلة المعوية، وفي تطعيم المكورات بتاع الالتهاب الرئوي. التطعيمين دول مهمين جدا على فكره. الروتا اللي هي النزله المعويه اللي بتيجي نتيجه فيروس الروتا دي بتبقى حاجه مزعجه جدا 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 للاطفال. تلاقي اطفال كتير قوي اسهال ميه وترجيع عمال على بطال، غالبا الطفل ده بيحتاج يركب محاليل ويتحجز. فده مرض سخيف وبيصيب اطفال بنسبه كبيره، فكون ان انا احمي ابني او بنتي من المرض ده بان انا ادي لهم تطعيم الروتا دي حاجه مهمه جدا. تطعيم الروتا دوت في منه نوعين، في منه روتاريكس اللي هو ده، روتاريكس دوت ده بيبقى تطعيم عن طريق الفم، ببدا اديه للطفل في السن الصغير، هو بيبقى روتاريكس ده بيبقى جرعتين، وفي تطعيم تاني اسمه روتاتاك برضه نفس الكلام عن فيروس الروتا ده بيبقى 3 جرعات، في الاخر الاثنين بيجيبوا نفس النتيجه، يعني روتاريكس وروتاتاك الاثنين بيجيبوا نفس النتيجه، في الغالب احنا بندي معظم الدكاتره بتنزل روتاريكس على اساس ان انا بوفر جرعة زيادة، يعني بدل ما ادي الطفل 3 جرعات لا انا اديله جرعتين وفي الاخر هياخد نفس النتيجة فما عنديش مشكلة. اقل سن يتاخد فيه تطعيم الروتا ده 6 اسابيع اللي هي من شهر ونص. وبندي جرعة تانية بعديها من 4 اسابيع ل6 اسابيع. ممكن مش لازم ندي على شهر ونص، ممكن ندي على شهرين، ممكن ندي على شهرين ونص، ممكن ندي على 3 شهور، بس يفضل اول جرعة تتاخد قبل ما الطفل يتم 3 شهور و3 اسابيع. لازم الجرعتين يخلصوا قبل ما الطفل يتم 6 شهور، ده الافضل. ممكن ساعات بنديهم لحد ما الطفل يتم 8 شهور كمان، بس الافضل ان الجرعتين يخلصوا قبل ما الطفل يتم 6 شهور. ده روتاريكس. روتاتيك ده بيبقى برضه تطعيم عن طريق الفم، بنبدا نديه للطفل بس بيبقى 3 جرعات ما بين الجرعه والجرعه من 4 اسابيع لحد 10 اسابيع. تطعيم الروتاريكس وتطعيم الروتاتيك ده تطعيم عن طريق الفم، الطفل بياخده بالبوق بيبدا يجيب معانا نتيجه بعد اسبوعين ويبدا الطفل يبقى محمي بنسبه كبيره من الاصابه بفيروس الروتا. طب هل يا دكتور الطفل اللي بياخد التطعيم بتاع الروتا ده ما بيسيلش خالص؟ لا، ممكن يجيله اسهال بس بيكون اسهال خفيف، ما بيبقاش فيروس الروتا اللي احنا اتكلمنا عنه، والطفل في الاخر بيروح يتحجز بسبب ان الطفل ممكن يخش الجفاف في اي لحظه نتيجه الفيروس بتاع الروتا ده. ده التطعيم الاولاني، ده تطعيم مهم، وزي ما اتفقنا لو الطفل عدى 3 شهور و3 اسابيع ما بيفضلش ان هو ياخد اول جرعه. عشان كده لو نويت تدي التطعيم دي من بدري. تاني تطعيم بيتاخد في السنه الاولانيه المكورات اللي هو بتاع الالتهاب الرئوي. المكورات بتاع الالتهاب الرئوي في التطعيم الاولاني اللي هو السنفلوريكس دوت، وفي البريفينور. السنفلوريكس والبريفينور دولت بيصيب يعني بيحمي الطفل من الاصابه بالالتهاب الرئوي والتهاب السحايه والتهاب الاذن الوسطى، فبيبقى برضه تطعيم مهم. الالتهاب الرئوي ده من الامراض الخطيره اللي بتصيب الاطفال بنسبه كبيره. فكون ان انا احمي ابني من المرض ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا وحاجه مهمه جدا. سواء كان السنفلوريكس او البريفينور الاثنين في السن الصغير بيتاخد على 3 جرعات، هما بيفرقوا على حسب الطفل ابتدى ياخدهم من عمر قد ايه. يعني الطفل لو خدهم تحت 6 شهور بياخدهم على 3 جرعات ما بين الجرعه والجرعه من 4 اسابيع لحد 10 اسابيع. لو الطفل خدهم بعد 6 شهور بياخدهم تقريبا بيبقى جرعتين جرعه وبعديها بشهر جرعه او بشهرين جرعه. لو الطفل خده بعد السنه بيبقى برضه نفس الكلام على جرعتين، ولو الطفل خده بعد السنتين بيبقى جرعه واحده بس ما بيحتاجش يتكرر لو اديناه في السن الصغير
بندي 3 جرعات زي ما اتفقنا، وعلى بعد السنه سنه وثلاث شهور او سنه ونص بندي جرعه من نشرتها كمان. تطعيمين الاولى تطعيمات مهمه جدا 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 ان احنا نديها للاطفال، بتحمي الطفل بنسبه كبيره وبتحمي الطفل من امراض خطيره. لو لا قدر الله جات للطفل غالبا العلاج المنزلي ما بيجيبش نتيجه وبيحتاج علاج في المستشفى. هنا بيجي سؤال، لو انا ما اديتش التطعيمات دي للطفل في مشكله كبيره على طفلي بصفه مبدئيه ان شاء الله ما فيش فيه مشاكل، ربنا يحميه يعني ربنا يحميه ما فيش مشاكل. احنا بنقول التطعيمات دي حمايه اكبر للطفل، ممكن ربنا يحفظه ما يجيبوش المرض ده اساسا، حتى لو ما خدش التطعيم ما فيش مشكله، بس لو جاله ابقى انا حميه، لو هو محطوط في مكان فيه عدوى ابقى انا حاطط ابني محمي. فلو انت حصل ظروف وابنك كبر وانت ما كانش عندك معلومات عن التطعيمات دي وما قدرتيش تدي التطعيم ربنا يحميه. لو التطعيمات دي غاليه عليكي والماديات معاكي مش متظبطه شويه وما قدرتيش تدي لابنك التطعيم ربنا يحميه. في الاخر التطعيمات دي بنديها لحمايه اكبر، مش لازم 100% كل الاطفال ياخدوها، بس احنا بنديها لحمايه اكبر. لو الطفل خدها خير وبركه وهتبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله. لو طفل لاي ظروف ما خدهاش ربنا الحامي وان شاء الله ربنا يحفظه وما يحصلوش حاجه. بس في الاخر لو تقدري تدي التطعيمات دي للطفل اديها له. في تطعيمات تانية بتتاخد بعد عمر السنه زي الالتهاب الشحيحي والجديري والكبدي الانف. الالتهاب الشحيحي ده بيبقى من الامراض الخطيره. الالتهاب الشحيحي دي اللي هي الاغشيه اللي بتغطي المخ، لما بيحصل فيها التهاب دي بتبقى حاجه مزعجه جدا، فمهم ان انا ابقى حامي طفلي من الالتهاب الشحيحي دوت. الجديري نفس الكلام من الامراض السخيفه اللي لو جات للطفل بتبقى حاجه مزعجه جدا. والكبد قالب برضه من الحاجات السخيفه، بنبدا ندي الحاجات ديت بعد ما الطفل بيتم السنه، من اول سنه وشهر كده نقدر ان احنا نديها للطفل. التطعيمات الاضافيه التطعيمات مهمه جدا جدا جدا. كل ان ابنك ياخد التطعيمات الاضافيه دي حاجه مهمه ما تفوتهاش على الطفل. مش معنى ان هي مش موجوده في الجدول بتاع تطعيم الصحه ان هي تطعيمات مش مهمه اطلاقا، تطعيمات مهمه جدا تحمي الطفل بنسبه كبيره. وزي ما قلت لك ابنك بعد ما بيكبر بيبدا يخش حضانه او مدرسه او يروح نادي بيبقى موجود في تجمعات، الامراض دي بتبقى العدوى بتاعتها سهله، فكون ان ابنك يبقى واخد تطعيم حميه دي في حد ذاتها حاجه مهمه قوي. لو ما عندكيش معلومات كافيه عن التطعيم اسال الدكتور بتاعك هيبدا يشرح لك التطعيمات كلها ماشيه ازاي، وهيبدا يقول لك ابنك او بنتك نقدر ندي لهم تطعيمات ازاي. التطعيمات دي بتبقى موجوده في مراكز الوصل واللقاح، تبقى موجوده في عيادات اطباء الاطفال، تبقى موجوده في اماكن كتير. سالي دكتورك وقولي له ايه التطعيم اللي يناسب ابني واقدر اديه ولا لا. ولو في شويه معلومات ما وصلتكيش كامله من الفيديو ده ممكن سالي الدكتور بتاعك هيوضح لك كل حاجه عن الموضوع ده. في الاخر ده قلنا كلمتين كده عن التطعيمات الاضافيه، يا ريت تهتموا بيها. وانا بوصي ان الطفل اللي ما خدش التطعيمات الاضافيه يفضل ان هو ياخدها زي ما اتفقنا لحمايه اكبر. في الاخر لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير الفيديو، تشتركوا لنا في القناه لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا لنا فولو للصفحه لو انتوا على الفيسبوك. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هرد عليكم قدر الامكان. شكرا لكم.